مخطط ضاحية الملك فهد السكني في مدينة الدمام أفضل مخطط على مستوى مدن المنطقة الشرقية، وبالأخص على مستوى حاضرة الدمام بمدنها الثلاث الدمام والخبر والظهران، وإن لم يكن الأفضل على الإطلاق فهو من أفضل المخططات السكنية. سنناقش لماذا وما الذي أدى به إلى أن يؤول إلى هذا الحال، ومتى ستنتهي مشكلاته. نحن الآن مع سعادة وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع، سنتحدث عن ضاحية الملك فهد، مخطط ضاحية الملك فهد. يعطيكم العافية. مخطط ضاحية الملك فهد يعتبر من المخططات النموذجية تصميميا، الحقيقة صممت بوفق معايير تخطيطية صراحة عالية. المخطط يحتوي على عدة أحياء وعدة مجاورات سكنية، ومعتمد على نموذج المراكز الخدمية لداخل الأحياء أكثر من اعتماده على المحاور الرئيسية والتجارية، ونسبة المسطحات الخضراء ونسبة الأراضي الخدمات والمرافق فيها مساحاتها معقولة وبنسب جيدة. لكن طبعا متى ما استكملنا أعمال الخدمات البنية التحتية وبدينا في تنفيذ أعمال المسطحات الخضراء والمضامير والحدائق راح تبرز الفكرة التصميمية بشكل أكبر في ضاحية الملك فهد. طبعا هذا الكلام قد يكون مفاجئ لكثير من الناس، بالذات الذين يسكنون ضاحية الملك فهد، لكن سنوضح معنى السمات التصميمية والتميز الذي يحظى به المخطط بعد قليل. إن شاء الله. مهندس محمد هنا. طيب احنا الان ايضا لابد ان نعبر عما يدور في يعني اوساط بعض المعنيين اللي هم ملاك الاراضي. صورنا مجموعه فيديوهات حقيقه اظهرنا حاجتين، صوره تظهر شيء من الجمال وصوره اخرى تظهر النقيض تماما. نبغاك تستحملنا مهندس مازن. هذا مثلا يوضح شيء من التصميم، عروض الشوارع والمنطقة الخضراء، جوانب أنا أعبر عنها كعامي فيها شيء من السلامة المرورية، هذه منطقة التباطؤ والمنحنيات. هذا مثلا طريق أبو حدرية، أول ما يعني تبدأ تدخل وتصير بمحاذاة مخطط ضاحية الملك فهد. هذا منظر، هذه صورة أولى، مستنقع مياه بعرض أعتقد هذا تقريبا فيه 80 متر، يصل إلى 50-60 متر. نعم. هذا الجزء الرئيسي اللي كان حسب ما فهمت منك قبل شوي سكة حديد بطول 8 كيلو متر بعرض 200، الآن هو مكان لتجميع المياه. صحيح. كأنما لو كان نهر أو كذا، بعرض طبعا 100 متر. هذه هي الصورة الواقعية. كيف تقنع سكان هذا المخطط؟